يحملون على المناكب وزر الحلم والأمل، وطوبى لمن أوحت لهم أحضان الطود الشامخات وحيا مستفزا وفكرا ملهما بأن يجعلوا من أعالي الراسيات تيمة وموضوعا لملتقى روحه وفلسفته الانتصار للإبداع وتتمين المجال والإنسان. هناك إذن في أحضان أزود كنا، حيث كان مهرجان سينما الجبل في نسخته الثانية. اسمية هذا المهرجان السينما والجبل، فكما تعلمين أن السينما هي وثيقة تعكس عصارة الإبداع، إبداع المجتمعات والمجتمعات كيفما كان نوعها، وهي أيضا وسيلة للتربية الأخلاقية والفنية للأجيال وحفظهم من الانزلاقات، وهي أيضا فرجة واستثمار تجاري ورافعة اقتصادية واجتماعية بامتياز. أما الجبل فلا نقصد به الفضاء الجغرافي فحسب، فهو يعني ليس بوعاء فقط، ولكن هو يشتمل ويضم ويأم التراث المادي واللامادي، وكذلك هو مقر للأمن والاستقرار وهروب الذات من أجل تكوين الذات، ومكان للتصوف وللزهد وللنقاء والصفاء، وكذلك هو مكان طبيعي بامتياز جميل يمكنه أن يغري المستجين والمستثمرين في مجال السينما. مهرجان سينما الجبل، مهرجان بتسميته وبمكانه له أصالته، ومن حسن حظ هذه المنطقة أن هناك مبادرة من أجل تكسير العزلة التي تعاني منها على المستوى الثقافي والفني، ويبدو لي بأن مبادرة مثل هذه أنا شخصياً بتواضع شديد من الناس الذين يدفعون في اتجاه أن تتسع وأن تنتشر وأن تأخذ المكانة ديالها المناسبة. ولا شك أن بدل من أن تنطلق من منطقة تبدو بأنها من منعزلة وبعيدة عن المدن الكبرى، ولأن تهتم بسؤال وبقضية الجبال، يمكن انطلاقا من هذه المنطقة أن تنفتح عن سينمات العالم التي تهتم ب قضية الجبل. كاين لك واحد التعطش للناس للسينما، لهذا جعلنا الشعار ديالنا أنه السينما هي فرجة واستثمار. السينما فرجة أولا، ومن حق الناس المنطقة يتمتعوا بهذه الفرجة هذه وتكون عندهم عين بصرية سينمائية، واستثمار ثانيا، لأنه لما تدير واحد الفيلم بمعنى أنه بحال مر تيجي وتيجي مع الخير، فإنتاج فيلم في المنطقة يعني استثمار مادي يعني وتحرك الاقتصاد ديال المنطقة وتخدم الناس ديال المنطقة. ثم يعني بغيت نقول واحد الكلمة ديال التسويق بالمعنى الماركتينغ للكلمة، يعني تسويق التراث المادي ولا مادي ديال 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 المنطقة. وتبارك الله وزود زاخرة بكنوز يعني ثقافية وإيكولوجية وأنثروبولوجية، وهادشي كله حرام أنه ما يتستمرش سينمائيا. على غرار باقي المهرجانات السينمائية، التكريم كان من حظ وجه من رعيل الرواد في حقل الإبداع السينمائي ببلادنا، تعلق الأمر بالمخرج محمد عبد الرحمن التازي، عرفانا وتقديرا لمسيرته السينمائية. محمد عبد الرحمن التازي هو المخرج والمنتج الموقع على فيلموغرافيا غزيرة، هو صاحب جارة أبي موسى، بديس، البحث عن زوج امرأتي، وفاطمة، السلطانة التي لا تنسى، وفصوص السبحة الإبداعية لإنتاجاته الدرامية طويلة. درع التاريخ
التكريم والعرفان كذلك كان من نصيب وجه إبداعي متميز من الجيل الرائد. نعيمة المشرقي أعطت وأغدقت إبداعا على ركح المسرح وبلاتوهات السينما والإنتاجات الدرامية المتميزة. نعيمة المشرقي تكريم مستحق في حق شخصية مستحقة وبامتياز. عندي نهار العيد ملي كنشوفكم مجموعين كل نهار خوفان على هذا المجمع لا يترش. تيمة الجبل جغرافيته ورمزيته هو الناظم المشترك للأفلام الروائية الطويلة السبعة المتبري على التتويج في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان. شارك من المغرب فيلم أنيماليا من توقيع المخرجة صوفيا العلوي، فيلم الشر غير موجود من توقيع المخرج يوسو هاماغوتشي من اليابان، وفيلم الجبل للمخرج الفرنسي توما سالفادور. فيلم الثلج والدب كان من توقيع المخرج سالجان إرجون من تركيا، ومن البوتان فيلم المدرسة في أقصى العالم للمخرج باو شوينينغ دورجي. أما فيلم وراء الجبال فكان لمخرجه التونسي محمد بن عطية، ومن إيران فيلم انطلق من توقيع المخرج نباه نباهي. مسابقة رسمية أخرى في جنس الفيلم الوثائقي تبارت فيها خمسة أفلام على التتويج. تعلق الأمر بفيلم الوثائقي مزرعة بيرتران للمخرج الفرنسي جيل بيريه، فيلم الوثائقي النهر لمخرجه دومينيك مارشي من فرنسا، والرجل الجديد من الرأس الأخضر وهو من توقيع كارلوس كوينينغ، والفيلم الوثائقي انفصال المخرجين زهرة بن حمو ويونس حيدر من بلجيكا. أما الوثائقي العيش مع الذئاب فكان من دولة فرنسا ومن توقيع جون ميشيل بيرتران. La sélection des films, puisqu'il y a 7 films de fiction en compétition, est très intéressante. D'abord, la qualité des films est exceptionnelle, vraiment. Et il y a 7 pays différents, et je pense qu'on pourrait trouver des films qui traitent de la montagne dans d'autres pays. Mais là, les 7 sont importants, et les 7 ont une histoire tout à fait singulière. Par rapport à Ouzoud, et par rapport à la montagne d'ici, c'est intéressant effectivement de développer cette thématique dans une région comme ça. Et par certains films, dans certains films, on retrouve des côtés qui ressemblent un petit peu aux côtés d'Ouzoud et de cette région de Beni Mellal, d'Azilal. Et donc, ça donne aussi des idées par rapport à un développement futur de la région, quoi, de comment ça pourrait aussi évoluer. أعتقد أن تيمة الجبل يعني بصفة عامة وطريقة التي حضرت بها هنا في المسابقة الرسمية لسينما الجبل بأوزود تعكس نوعا ما أهمية الفضاء في السينما بشكل عام، لأن غالبا ما نهمل الفضاء ونعطي أهمية أكبر للموضوع، حيث أن الفضاء غالبا ما يعكس يعني دواخل الشخصيات، وتكون لديه كذلك ارتباطات سواء درامية أو رمزية بالقصة، وبالأخص الرهان، ربما يكون الرهان الكامل للفيلم يدور حول الجبل كما قلت كتعبير رمزي، أو جزء من الرهان يعني يرتبط كما شاهدنا مثلا في فيلم أنيماليا الذي اعتمد في يعني تكوين النوع السينمائي فيلم الطريق رود موفي على المرور من جبال أطلس، سلسلة جبال أطلس المغربية وجمالها الساحر. كذلك شاهدنا كذلك في فيلم الجبل لتوماس سالفادور كيف يعبر هذا الفضاء الرائع على المطلق والشمولي الذي يحاول الإنسان أن يبحث فيه نوعا ما عن معنى الحياة وإعطاء معنى جديد لوجوده على هذه الأرض. في الفيلم ما وراء الجبال يعني للمخرج التونسي محمد بن عطية، فيلم طويل الثالث له، كان الجبل تعبير عن الخروج والانفلات
من هذه الوصاية المجتمعية الخانقة التي يعيش داخلها المرء. إذن هذا الجبل يعني يحضر بطرق متفاوتة بطبيعة الحال، أخذا بعين الاعتبار أسلوب كل مخرج ورؤيته للعالم. من مميزات هذا المهرجان هو أنه يعرض أفلاما مغربية عربية أفريقية ودولية يعني تتبارى فيما بينها، لكي تكون المناسبة في التفكير من داخل السينما حول هذا المجال، أي مجال الجبل. وقد شاهدنا بالفعل أفلاما متميزة، ليس فقط لأنها تعرض وتسلط الضوء على الفضاء الجبال، ولكن تتميز أيضا بكتابة سينمائية متميزة، لا على مستوى يعني الإخراج أو الصوت أو الألوان أو الإضاءة إلى آخره. لم يحد مهرجان أزود لسينما الجبل عن قاعدة باقي الملتقيات السينمائية التي تتخذ من المهرجان فضاء لطرح الأسئلة والعصف الذهني، وكذلك استشراف أفاق المستقبل عبر تنظيم ندوة عنوانها السينما رافعة للتنمية ودور التراث، وندوة أخرى محورها الجبل كفضاء للإبداع السينمائي. علينا أو على صاحب القرار السياسي أن ينتبه بأن السينما هي أيضا رافعة من رافعات الرئيسية من أجل ارتقاء بالهوية المغربية والدفاع عنها، سواء محليا وطنيا إقليميا أو دوليا، ولا سيما أن المغرب سيستقبل العالم في 2030، وعليه أن يرتقي بهذه الروافع كلها من أجل أن يعبر عن هذه الشخصية المتميزة. في هذه الندوة كانت مداخلتي تحمل عنوان السينما المغربية والتصوير اللامرئي من سينما المدينة إلى سينما الجبل. في هذه المداخلة تطرقت إلى أن السينما هي بنت المدينة، أي أنها انطلقت منذ بدايتها، سواء البدايات العالمية أو البدايات العربية أو البدايات المغربية، على تصوير المدينة على اعتبار أنها مليئة بالحركة، والسينما أيضا هي فعل حركي بامتياز. ثم بعد ذلك تطرقت إلى هذا، معنى أنه حينما كثر الاهتمام بالمدينة تمت عملية الالتفات إلى فضاءات أخرى كي تجد هذه السينما مواضيع أخرى جديدة تحاول أن تحقق من خلال التطرق إليها نوعا جديدا ورؤية جديدة للعالم. فتوقفت في هذا الصدد على سينما الجبل بكل ما يحمله الجبل من معنى رمزي وواقعي أيضا. جميل جدا أنه يكون فيه مهرجان حول تيمة الجبل، أن لأول مرة في المغرب غادي نشوفوا مهرجان اللي هو بادرة رائعة، لا فنية ولا سياحية ولا ثقافية وفكرية. علاش ثقافية وفكرية؟ لأن كنشوف هنا ندوات حول موضوع الجبل والسينما اللي ما عمرنا سمعنا ندوات في المستوى ديالها في مهرجانات عدة في المغرب. الحقيقة هي هذه، وهنا هذا المهرجان جلب مفكرين نقاد سينمائيين، الكل عطى الأهمية للمهرجان، بمعنى أنه كان في حاجة أنه يكون فيه مهرجان حول هذا التيمة ديال السينما والجبل. تلاحظ علي المشاركة فيها هم نقاد بالدرجة الأولى، مثقفو سينمائيون وسينيفيليون ومخرجون وممثلون ونجوم يعني التلفزية. هذا اللي تعطينا واحد الأمل بأننا احنا غادي في الطريق إن شاء الله إلى تحويل هذا المهرجان إلى واحد المنطقة ديال جذب واهتمام السينمائيين اللي تيجي كاين اللي جا من طنجة، تصور يجيك من طنجة حتى الأزود باش يشارك في ندوة. راه هنا خاص ماشي فقط غير خاص واحد النوع ديال الإيمان الصوفي بأنه راه كاين شي حاجة في هذه المنطقة هذه تستحق هذا العناء هذا. علاوة على كون المهرجان فضاء للقاء صناع الصورة، نقاد السينمائيين
وسينيفيليا، المهرجان قنطرة وصل بين القيمين على هذه التظاهرة بتطلعاتهم واستراتيجياتهم الرامية إلى منح الفرص لهذه الجغرافية من نيل حظها في إشاعة ثقافة الفرجة السينمائية وجعلها رافعة لصناعة الصورة وما تتيحه هذه الفضاءات من جماليات وأصالة للمكان. كان الجبل كفضاء مغيب في الإنتاج السينمائي إلا في بعض الاستثناءات النادرة جدا، وهدفنا هو الاهتمام بهذا الجانب من مجتمعنا ومن مكوناتنا، خصوصا وأن الدستور المغربي يقف عند الروافد الثقافية المكونة، والحمد لله نحن نعتز ونفتخر بغنى هذه الروافد كالرافد الصحراوي أو الرافد الأمازيغي أو الرافد اليهودي. يعني الدستور يعكس بأن هنالك لوحة جميلة يجب أن تكتمل في ألوانها ورسمها. جبل كيعطي كموقع للتصوير جمالية رائعة من ناحية الإطار السينمائي، حين كنكونوا كنصوروا في مناطق جميلة جدا. الشيء الوحيد اللي هو صعب جدا وخصنا نكون واعيين به، حين نتكلموا على السينما الجبل أو نصوروا في الجبل، خصنا نفكروا في الإمكانيات، خصنا نفكروا في اللوجيستيك، خصنا نفكروا في واحد المجموعه الاشياء اللي غتسهل عمليه الجبل. هذا لا يعني اننا خصنا نردوا الجبل فيه اليات عصريه اللي يمكن تخسر تصوير افلام تاريخيه او الافلام قديمه مثلا. انا كنتذكر اننا بعض الاحيان كنمشيو نفتشوا في الجبل في المناطق اللي ما فيهاش اثر ديال الحياه العصريه، لان كاين تيمات تاريخيه في الافلام. فانا شفت المنطقه هنا عن قرب وشفت على أن كاين باقي مناطق اللي هي لم تستغل ويجب أن تبقى كما هي للاستغلال السينمائي في الحالة ديالو التاريخية القديمة اللي يمكننا نعمل فيها أفلام. Je pense que préserver la qualité de vie des habitants ainsi que le site, parce que sinon il y a quelques gens qui vont tourner puis après le site il sera complètement bousillé, donc ça il faut vraiment l'éviter. Mais si les gens sont respectueux, apprennent à utiliser les lieux et travailler avec les habitants, je pense que ça peut apporter un bon développement au niveau de la région. في أجواء احتفالية تم إصدار الستار عن فعاليات المهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود في طبعاته الثانية، فكانت الجوائز كالتالي: جائزة الإخراج وجائزة أفضل دور رجالي عادت لفيلم الشر غير موجود من توقيع المخرج الياباني ليوروسكي هاماجوتشي وبطولة هيتوشي أوميغا. حظي فيلم انطلق لبناه بناهي على جائزة السيناريو وجائزة أفضل دور نسائي للممثلة الإيرانية بنتي ناهية. فيما عادت الجائزة الكبرى لدولة البوتان لفيلم المدرسة في أقصى العالم من توقيع المخرج ياو تشوين دورجي. وفي جنس الفيلم الوثائقي عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي الطويل الرجل الجديد لكارلوس يوري كوينغ من جمهورية الرأس الأخضر. وعادت الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي الطويل مزرعة بيرتران للمخرج الفرنسي جيل بيريه. La ferme on l'a modernisé mais le bâtiment il est un peu plus gros que quand ils étaient là. Ma conviction moi c'est que il y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique. بكل صراحة وبدون مجاملة كنشوف على ان المهرجان يتطور بسرعة، والدليل على ذلك ان المؤسسة المنظمة ليس فقط غير تنظيم مهرجان وبس، الان شفنا على أنهم نجزوا متحف حول الثقافة ديال الجبل، وفي نفس الوقت هما في صدد بداية بناء قاعة
قاعة سينمائية للعروض، وهذا شيء جميل جدا أن واحد المهرجان يعطينا واحد الفضاء سينمائي فيما بعد اللي يمكن الجمهور ديال المنطقة كلها يشوف الأفلام، وماشي غير الجمهور بالنسبة للأفلام التجارية، حتى الناس اللي مستقبلا غادي يجيو بدأوا يصوروا في المنطقة غيلقاو فين يشوفوا اللقطات اللي هما صوروا، يمكن لهم يحكموا عليهم قبل ما يدوزوا للمونتاج النهائي للفيلم ديالهم، وهذه راه واحد البادره رائعه سينمائيا. هناك اشياء هنا في المغرب ينبغي ان نستثمرها ونذهب للبحث فيها، سواء من خلال السينما ام بوسائل اخرى، ولكن مهرجان أزود يمثل رافعه للبحث السينمائي في فضاء الجبل كمكون رمزي ودرامي. Moi, je pense que la richesse d'une région, elle peut attirer des gens si on lui montre les capacités qu'ils peuvent y avoir dans le coin. C'est pour ça qu'on en discutait avec Madame la Présidente, l'idée de faire une sorte de bureau du cinéma de la région qui mette sur Internet les sites intéressants qui pourraient servir pour des histoires, mais aussi les petits récits, courts récits qui accompagnent ces lieux. Ça peut permettre à des gens, que ce soit des cinéastes étrangers ou des cinéastes marocains, de découvrir toutes les possibilités de cette région. Après, il y a une chose qui est importante, c'est de préserver la qualité du site et la qualité de vie des habitants. Ça, l'un doit accompagner l'autre, sinon ça serait raté une des parties de l'histoire. يجب أن لا تبقى المعرفة منحصرة فقط في الحواضر. فالحمد لله في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بات من اللازم أن يكون لكل عنصر في المجتمع المغربي حقه في المعرفة، حقه في الفرجة، حقه في التعبير عن ذاته، عن عصارة فكره. والآن الحمد لله ابتدأنا نرى هذه التمظهرات بقوة، ونحن فرحين بذلك ونتمنى لأنفسنا ولغيرنا التوفيق في هذا السياق. الجبل كلمة هكذا لوحده أو كمفهوم هو بطبيعته سهل وممتنع، سهل لأن يمكن أن تنسحب كلمة الجبل لأي جبل، ولكنه صعب لأن الجبل هو جبل مختلف. الجبل في صعيد مصر ليس هو الجبل في أطلس المغرب، ليس هو الجبل في اليابان، ليس هو الجبل في أمريكا. على هذه الاختلافات هناك اختلاف التصورات. منذ بداية السينما العالمية كان الجبل تحدي بالنسبة للكاميرا، على اعتبار أنه كان جماليا مبهر ولكن كان يستعصر الالتقاط الشامل له كفضاء. اكتفت التجارب البدائية الأولى منذ بداية السينما مع الأخوان لومير على اعتباره كخلفية للأحداث دون الولوج إلى قممه أو إلى فجاجه أو أنهاره. لاحقا مع التغير التكنولوجي في حجم الكاميرات، في البؤرة ديال العدسات إلى آخره، كان الاقتراب منه أكثر، وأصبحت هذه الأفلام توظفه كخلفية ولكن تقتحمه أو تأتي بالقصص إليه. فنجحت مثلا أفلام ويسترن في جعله فضاء الأحداث، حيث أصبح يعبر أو الرمز للكثير من الأشياء، الشر، الهرب، الحكمة، الصبر، الوحي إلى آخره من هذه العناصر. الجبل حضر في مجموعة من الأفلام المغربية كرمزية ولكن بتأويلات متعددة. هذه الأفلام مثلا الأخيرة جبل موسى لإدريس المريني، ميموزا، وهناك أفلام أخرى مثل أميرات لياسمين بن كيران، أيضا جلال الدين لحسن بن جلون، من الأفلام المؤسسة أيضا باديس. هناك أفلام استدعت الجانب التضاريسي الجغرافي، هناك أفلام استدعت الجانب الروحي في الجبل، هناك أفلام استدعته كفضاء كمنظر وليس كفاعل في السرد. الجبل أصبح يحضر بثقاله كفضاء ولكن بدلالاته في القصص. مثلا السينما الآسيوية خصوصا مع أفلام كيروساوا كلها كانت تدور في الجبل، تعرفنا على ثقافات أخرى، على نوع الصراعات التي تقوم في هذا الجبل. ثم انتقل أصلا بعد ذلك الجبل إلى فكرة التداوي والعلاج، شفناها مثلا مع فيلم The Snow Therapy
مع أيضا فيلم سورنتينو يوت مع غيره من الأفلام، كما أصبح هذا الجبل في أفلام أخرى ملاذا للموت بحال إيفرست مثلا، وفيلم مهم جدا فيلم إنتو ذا وايلد أيضا. هذه أو هذا التوحد مع الطبيعة أو هذا المغامرة أو المجازفة دون التفكير في الرجوع، يعاد اكتشاف الجبل من جديد، وهذا الاستدعاء يجب أن تكون هناك مجازفة من المخرجين من المبدعين للعيش في هذه المنطقة يوميا للانغماس في ثقافتها كي تنتج قصص جديدة عن الجبل، أو قصص تقول ما لم تقوله الأفلام السابقة، أو ما لم يقوله حتى الأدب، لأن حتى الأدب المغربي لم ينغمس بشكل كبير في الجبل. في أغلب التجارب التي نجحت في الاقتراب من الجبل بشكل جيد جدا، خصوصا الأفلام التي شاركت في كان وفي المهرجانات العالمية، كانت تقريبا جميعها سينما المؤلف، وهي الأفلام التي تعمل من داخل ميزانيات مستقلة وميزانيات صغيرة، ولكنها مع ذلك نجحت في أن تعطي أفلام أو تكيف الجبل وتطوعه لفائدة قصص آسرة وساحرة جدا. حتى داخل سلسلة الجبال التي نملك في المغرب هناك تعدد، حيث أنا لا أتصور أن قصة ما لا يمكن أن تصور سواء في جبل الريف أو جبل الأطلس أو هنا أو غير ذلك، غير أن هناك شيء في السينما أساسي يجب أن يكون المخرج لديه هذا الشغف. إذا وفرت كل الوسائل ولكن لم يكن هناك هذا الشغف وهذا الإحساس بالجبل من طرف المخرج نفسه، حتى إن أنتجنا أفلام لن ننتج أفلام جيدة. تختلف القصص باختلاف المشاريع والاهتمامات ديال المخرجين وأسلوبهم أيضا السينمائي. الآن في السينما العالمية هناك استدعاء لقصص قديمة، على اعتبار أن ما تسمح به التقنية الآن وما تسمح به التكنولوجيا أكثر تطوراً، أصبحت تحرر مجموعة من القصص القديمة يعاد إنتاجها. الدعوة الآن إلى أن يصير الجبل لأنه فضاء أساسي في المغرب، أن يصير الجبل نقطة جذب للمخرجين أن يكتشفوا اليومي في هذه المنطقة الساحرة، أن يفكروا في كتابة سيناريوهات تنطلق من هذا المكان بالذات، وليس قصص تأتي إلى الجبل وهي جاهزة.